من اليمن إلى مصر تحولت رحلة علي الريمي العلاجية إلى بحث عن مصدر للعيش من خلال بسطة في شارع العشرين بفيصل للمخبوزات اليمنية التي أصبحت مصدرا للأمل والعيش الكريم فضلا عن تغطية تكاليف العلاج. اسمي علي فرح الحسين الريمي من ريمي الذي خلاني أترك اليمن العلاج المرض. أنا عندي مرض كان الكلى وحصب وأملاح مفاصل اتوكل وزكتي لامس نتعالج الحمد لله. احنا مثل احنا كل ساعه يحولوا بنا مستشفى يعني كل ساعه نزع مستشفى هانا 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 ما قل ما وصلنا على نتيجه ما عاد احنا لحد الان نخلص والان عاد احنا على عمليه هذا قاعد ندور شنو صبر العمليه ما تعرف الا ما حصلناش العلاج الذي بسماء بمصر ها ولا التكاسري يعني علاج عندهم ما حق اليمن، اما هنا علاج يعني ممتد في دراسات كثير. واحنا قد حلم بهذه نتحمل الحمل على سن التعافي. البسطامة بالليل الضرورة معايا كملة الفلوس قبل ننسى بالسبب اللي يعيشوا في السلام حق الكذا وحق مدري ما تعرف. ها. ويا نحسن تشحت طيب يجي العك من القلقايم الكثير كثير ما تسوي ما تقدر اخوان تقال اذا ما دخلت ما بليت تدخل بفلوس صدريه واللي عند الدكتور واللي كله فلوس واحنا من سدنا ما بليت فاعل اجلك صارت مثل ما بيش معك دع قدك تقول لك على قدر جهدك تمشي حالك من القلقايم الكثير كثير وتقدع 50 و10 ايوه انا خبز وشاي وملوك ولحوح بنت الصح ودخ وشاء وذرة يعني مشكل بجميع الطلبات يعني بسبب الحرب والظروف والضرورة رجعنا للمعيشة هذه نمشي فيها كمان.